الله يبارك فيك. طبعا النتيجة مهمة بالنسبة لنا، المكسب مهم جدا. في أول ماتش كان يعني دخل فينا جون في أول دقيقتين، الموضوع كان صعب شوية، لكن بنلعب كفرقة، كان في ثقة جامدة النهاردة، والحمد لله قدرنا نكسب الماتش، وده أهم حاجة. بس هدف من اول دقايق، كيف كان الشعور؟ لانه الضغط كان رهيب بالشوط الاول من سيتي. كله كان متوقع ان هما كانوا هيضغطوا جامد الشوط الاولاني، خاصه اول 20 دقيقه، وهما فضلوا ضاغطين جامد فعلا الشوط الاولاني كله، وجالهم فرص ان هما يسجلوا، لكن احنا كنا يعني كنا رجعنا ورا شويه ودفعنا بشكل كويس، وطبعا انت كسبان 3-0 على ارضك، فانا متوقع او كله متوقع ان الموضوع الماتش هيبقى كده يعني، واهم حاجه ان احنا جبنا جون في وقت كويس فتح لنا الماتش وسهل علينا الماتش بعد كده. فينش ممتاز منك، هدوء. الحمد لله، ده اهم حاجه انك اجون بس. طب وطبعا الشعور هلا تصدق بنصف النهائي اول مره من فتره طويله لفريق ليفربول. مظبوط، انا شايف ان احنا لعبنا الموسم كله كان موسم كويس جدا، ده نتيجه لتعب الموسم كله ومواسم تانية برضو، عشان لسه جاي الموسم ده، بس المواسم تانية اللعيبه كانت تعبت وادينا بشكل كويس، واهم حاجه ان احنا في السيمي فاينل خلاص. سؤال بننهي فيه محمد، كيف صحتك؟ كله تمام؟ لأنه غبت عن المباراة الماضية. الحمد لله كله تمام ودلوقتي احسن. مشكور شكرا جدا يا محمد، يعطيك حبيبي. العافية.